زين، اذا انطيك هسه فلوس 10,000 او 15,000 تعرفون هذا الموكب؟ لا. ليش ما تعرفونه؟ شنو السبب؟ لانه هذا موكب امام الحسين عليه السلام. لانه هذا موكب امام الحسين عليه السلام. انطيكم فد شغله، تعرفون الموكب؟ اذا انطيكم كل وحده 10,000 دينار. لا ما نعرف. لا ما نعرف. ليش؟ ما نعرف. لا ما نعرف. ليش ما تعرفونه؟ لا هي موكب سيدنا امام الحسين وموكب كل اليمن. الفطرة والعفوية اللي تتجسد في حب الإمام الحسين دائما نشوفها عند الناس البسطاء. الناس البسطاء. اليوم احنا في أصغر موكب موجود، لكنه هو أكبر موكب في العطاء، موكب السيدة رقية للأطفال. طبعا ذولا الشباب نصبوا هذا الموكب على الطريق المار لخدمة الإمام الحسين. طبعا احنا يقولون احنا ناظرين هاي الأيام كلها لخدمة الإمام الحسين، نقدم اللي نقدر عليه، مثلا صينية عنب، مثلا شامية، اللي يقدرون عليها. طبعا دائما من تشوفون هيجي مواكب صغيرة وأطفال طبعا يخدمون بيها، شجعوهم ولو بكلمة، شجعوهم ولو بشيء بسيط من المال، شجعوهم بأي شيء، لأن هاي الخدمة اللي عندهم يعني تختلف الحب للإمام الحسين. دائما شجعوهم يا أخوان. هذا الموكب شو اسمه؟ موكب السيدة رقية. موكب السيدة رقية، سلام الله عليها. شو وقت تبدون؟ شو وقت تعزلون؟ يومية هاي؟ نبدأ الساعة 4:30، ننتهي الساعة 6:30. يومية هاي. شو توزعون؟ نوزع شامية وعنب وشوكليت وحم عنب. زين. وعصائر. زين، إذا أنا أنطيكم فد شغلة، تعرفون الموكب؟ إذا أنطيكم كل وحدة 10,000 دينار. لا. ما نعرف. لا ما نعرف. ليه؟ بس أنا أنطيكم 10,000 وروحوا لها. أرينا. تدين تخدمة؟ تقول اني حتى لا تنطيني فلوس 10,000 ما راح اعوف هذا الموكب، لان احنا نريد نخدم. هي هاي الفطرة الحسينية اللي تتجسد في حب الامام الحسين. هذا طبعا الموكب الثاني الموجود على هذا الطريق، يقدمون به المأكل لخدمة الإمام الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ اسمي زهران نسيم. زهران نسيم، زهورة. هذا موكبكم شو اسمه؟ موكب قمر بني هاشم. شو توزعون به؟ يعني هو أكل نوزع به. يوميا فتحين؟ يوميا هنا نفتح. زين، إذا أنطيك هسه فلوس 10,000 أو 15,000 تعرفون هذا الموكب؟ لا. ليش ما تعرفونه؟ شنو السبب؟ لأنه هذا موكب أمام الحسين.